الدخول المدرسي حدث يتكرر كل سنة، حيث تنشغل الأسر حالياً باقتناء الكتب واللوازم المدرسية. في إطار هذا الموضوع قمنا بزيارة لأحد المكتبات بمدينة طنجة للتقرب أكثر من الموضوع. الدخول المدرسي بالنسبه للاباء اللي كيجيو عندكم كيقتنيو بالنسبه للاجواء الدخول المدرسي مع جات مع العيد مع هذيك كاين بنادم اللي كيتشكى وكاين بنادم اللي عادي فهمتيني. بالنسبه لهذا المسجد ديال الدخول المدرسي تم وجدوا كتب مدرسيه من جميع التلاميذ ديال جميع المؤسسات يعني الابتدائيه الخاصه او العموميه. كنبداو السيده تقريبا في شهر 7 في الوتر 7 باش كنعدوا لي كوموند كنوجدوا السلعه كنشوفوا شنو اللي ناقص واللي كيطلبوا المدارس باش ملي كيوصلوا الدخول المدرسي كيبداو التلاميذ يديروا الكتب المقرره ديالهم كيجبروهم واجدين باش ما كيجبروش خاصص في الكتب ولا شي حاجه. بعد انقضاء عطلة صيفية طويلة تستقبل المدارس منذ الثالث من شتنبر الحالي التلاميذ والتلميذات المقبلين على الدراسة، وتحضيرات الأسر المغربية في استمرار مع أبنائها. الدخول المدرسي جانا هذا العام شوية متوسط، ولكن بالنسبة للبريفي صعيب بزاف، لأن الدخلة المدرسة صعيبة، البريفي غالية وزايدة وكتبة ديالها زايدين، والإعدادية الحمد لله شوية مواسطة. أنا كنصلي باش كنكمل، عندي بنيتات عندي ستة، أربعة عندي جوج الإعدادي وجوج ابتدائي، بالكشايف باش دابا كنصلي باش كنكملو هنا. والأثمنة هما هذوك عاديين، بالنسبة للتفاصيل والمسائل الأخرى هي اللي زايدة شوية الثمن، أما بالنسبة للكتب ديال الدولة في محلها ما كاينش. جاني هاد العام ديال الدخول المدرسي جاني عادي يعني كان اي مواسم، ولكن زعما جا فلوس بزاف، جاني كان عندنا كتب بزاف المدرسه لداخل الاستقبال ديال الاساتذه كيفاش كان؟ يعني كان في الايام، ولكن الاجواء الاساتذه يعني استقبلنا باحسن حاله، يعني بدينا نيشان كيما دخلنا كنا عطونا يعني شي كتبه وفهمتي، باقي يعني صابرين علينا على كتبه. التجهيزات كتمر في واحد الظروف اللي صعيبه شويه بزاف، بحكم ان المدارس ما كيخرجوش اللي ستيهم قبل، يعني اللي داكشي اللي كيولد لنا واحد الضغط، وما كنبقاوش الكتبه اللي باش نعطيهم للاباء، حيت كاين بعض المدارس اللي كيديروا الكتبه وكيعطيوك لي ليست لاخر لحظه، وكتجي دير كوموند ما كتلقاش الكتبه في كازا، هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه الصراحه. باقي داكشي الاخر كلشي كيمر في اجواء جيده. بعض الكتب متوفرة والأخرى لا يزال انتظار التوصل بها، هي مشاكل يواجهها المكتبيون مع الزبناء سنويا، وتخطيها يبقى سهلا أمام حماس عائلات التلاميذ لخوض موسم دراسي جديد.